كانت امبارح كانت بومينج، كانت هايله. الغواصات المصريه، الغواصه اللي غرقت، الفرقاطه، يعني اخبار كانت في غايه الروعه، وحلقه كانت مهمه. وان شاء الله النهارده هتبقى الحلقه منوره ولكن بشكل اخر، يعني هتبقى شويه كده فيها ابتسامه زياده. مين منا ما عداش عليه يوم جهز كده قرطاس لب وشويه سوداني استعدادا لقعده حلوه مع الحبايب قدام التلفزيون علشان نتفرج على مسرحيه جديده، على فيلم عرض اول. الحقيقه جيلي واللي قبله كنا يعني نظبط المؤشر الراديو على ليله الخميس نسمع السد. يا سلام يا سلام. لما جيت افكر في اني مين الضيف ابو دم خفيف، نجم كده في مجاله، اللي استضيفه عشان اتكلم معاه عن الضحكة الحلوة، عن الإرفاق الحلو، ونضحك ونعمل قعدة حلوة. ما خطرش على بالي غير اسم واحد. مين؟ يلا بعد الفاصل. ضيفي اشتهر بحاجات كتير خلال مشواره الطويل اللي عمله، دراما، ادوار انسانيه، ادوار شريره، لكن الكوميدي كان الطابع اللي اتقن، وخصوصا الشخصيه اللي هي بقت خلاص ماشيه معاه، ساكامونو. بالمشوار الطويل ده قدم ادوار مسرحيه، تلفزيونيه، وسينمائيه، اخرها مسرحيه سقاء الولاء عن رائعه العالم نجيب محفوظ، وحاليا بيعمل كوبات مسرحيه جديده بعنوان قمر بنت القدر، إخراج الدكتور عبد الدوارة، والمقرر عرضها إن شاء الله بمسرحية الوقت. اسمحوا لي أرحب بابن البلد أبو دم الخفيف المصري اللي أنا بحبه شخصيا، وهو صديقي وزميل رحلة كفاح الفنان حسن. نشوف ويلكم فيديو، وبعد الويلكم فيديو هبتدي بقى المشوار.